السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفيا النجاح. في هذا الفيديو سنقدم لكم نموذجا لفرد محروس في مادة الفلسفة رقم 2 الأسدس الأول. هذا الفرد سنحاول أن نقدم لكم معه منهجية تحليل ومناقشة نص فلسفي ومنهجية تحليل السؤال الفلسفي. لماذا؟ نظرا لهذه الظروف المرتبطة بالتعليم بالتناوب، هناك من التلاميذ من لم يتمكنوا من إنجاز منهجية تحليل السؤال الفلسفي، ولهذا سيجتاز الفرد في منهجية تحليل ومناقشة نص الفلسفي. أنا ارتأيت أن أقدم لكم المنهجيتين الخاصتين بالتحليل. إذن نشوف النموذج ديال الفرد يكون على النحو التالي. بالنسبة للنص، ها هو أمامكم لنقرأ النص. وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها وحده، بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل واحد بهذه الحال، فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية إلا باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين. يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه، فيجتمع مما يقوم به جملة الجماعة لكل واحد، جميع ما يحتاج إليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت أشخاص الإنسان فحصلوا في المعمورة من الأرض، فحدثت منها الاجتماعات الإنسانية. المطلوب هو أن تحلل النص وأن تناقشه من خلال طبيعة الحال الاعتماد على منهجية تحليل النص الفلسفي. ثم النموذج الثاني وهو على النحو التالي: هل يمكن للتقنية أن تتطور بدون علم؟ هل يمكن للتقنية أن تتطور بدون علم؟ المطلوب هو أن ينجز التلميذ إنشاء فلسفيا. احنا غادي نشوفوا منهجية تحليل السؤال الفلسفي. إذا نشوفوا أولا منهجية تحليل النص الفلسفي. في المقدمة يعني مطلب الفهم، أول شيء كنديروه هو كنحدو الموضوع، ثانيا نحدد الإشكال، ثالثا نصوغ الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة. في مطلب التحليل والمناقشة عندنا العنصر الأول اللي هو التحليل. أول شيء نقوم به هو تحديد أطروحة النص، ثم بعد ذلك نقوم بشرح المفاهيم الأساسية في النص مع توضيح العلاقات الموجودة بينها. الخطوة الثالثة وهي تحليل الحجاج المعتمد في النص للدفاع عن تلك الأطروحة. نشوف المناقشة، عندنا فيها جوج ديال الخطوات: إبراز قيمة الأطروحة وحدودها، ثم استحضار المواقف الفلسفية سواء المؤيدة أو المعارضة لأطروحة النص. مطلب التركيب أو الخاتمة، عندنا جوج ديال الخطوات: الأولى هي استخلاص نتائج التحليل والمناقشة، الثانية هي الرأي الشخصي المدعم بالحجج والبراهين. بالنسبة لمنهجية تحليل النص الفلسفي، غادي نحط لكم المنهجية بشرح واضح في صندوق الوصف مع نموذج تطبيقي لتحليل نص فلسفي. إذن لننتقل الآن إلى منهجية تحليل السؤال الفلسفي. اول شيء كنديروه يعني في المقدمه، من بعد ما كنقرا السؤال وكنعرف راسي راني غادي نختار السؤال ونشتغل عليه، يمكن لي نقول من خلال قراءتنا المتانيه للسؤال يتضح لنا انه ينتمي الى الحقل الفلسفي المرتبط بمزوءات، وكتحدد او كتكلم لينا على المزوءه في حدود واحد ثلاثه ديال الاسطر. من بعد ما كتكلم على المزوءه كتحاول تربطها بالمفهوم، كان نقول مثلا اذ يسلط الضوء على موضوع، كنذكروا هذاك الموضوع يعني هو المفهوم، وكنتكلم على هذاك المفهوم في حدود واحد ثلاثه ديال الاسطر. سمعوا معايا مزيان، الا تكلمت على المزوءه في جوج ديال الاسطر غادي نتكلم على المفهوم في جوج ديال الاسطر، تكلمت على المزوءه في ثلاثه نحاول نتكلم على المفهوم في ثلاثه. علاش؟ لانه النقطه الممنوحه للمزوءه والموضوع نقطه، يعني نصف نصف، ومن بما انه نصف نصف نحاول يكون عندي واحد توازن في الكتابه، والذي يحيلنا على مفارقة تنص على أن، وكنحدد هذيك المفارقة التي يعالجها السؤال. هذه المفارقة
تدفعنا إلى التفكير في إشكال فلسفي يرتبط أساساً ب. وأحدد القضية التي يثيرها السؤال كالغاية من وجود دولة مثلاً. لاحظوا معايا مزيان، ما قلتش المحور، حيث المحور سميته مشروعية الدولة وغايتها، ولكن السؤال لا يتحدث عن المشروعية بل يتحدث عن الغاية فقط. إذا لاحظوا أن الإشكال أو القضية ليست هي المحور، لهذا لا تفكروا في شيء اسمه المحور، ركزوا على الموضوع واستخرجوا منه الإشكال أو القضية التي يعالجها ذلك الموضوع. إذن من بعد ما غادي نحدد الإشكال غادي نقول هذا الأمر يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات من قبل ونطرح الأسئلة ديالي. من بعد ما كنسالي المقدمة كنمشي مباشرة للتحليل، يمكن لي نقول هذه العبارة: يستفهم السؤال الذي نحن بصدد تحليله ومناقشته عن، غادي نحدد ذلك الشيء الذي يستفهم عنه السؤال. مثلا هل وجود الغير ضروري لوجود الأنا؟ هنا غادي نقول يستفهم السؤال الذي نحن بصدد تحليله ومناقشته عما إذا كان وجود الغير ضروري لوجود الأنا. من بعد كتحدد المفاهيم، وهو يتضمن مجموعة من المفاهيم من قبيل كتشرح المفهوم الأول ثم المفهوم الثاني ثم المفهوم الثالث. مثلا يعني إذا كانوا عندنا ثلاثة، كانوا عندنا جوج كنشرحوا دوك جوج مفاهيم، كانوا عندنا أكثر من ثلاثة المفاهيم كنشرحوهم. وأنا كنشرح المفاهيم وأنا كنحاول نبني ونحدد العلاقة الموجودة بين هذه المفاهيم. إذا من بعد ما غادي نحدد ما يستفهم عنه السؤال ونشرح آلة الاستفهام ونشرح المفاهيم، غادي نجاوب على السؤال اللي كنسميه الأطروحة المفترضة. يمكن لي نقول إن هذا الشرح الأولي لمفاهيم السؤال يحيلنا على أطروحة مفترضة نضمنها أن، وكتحدد هذيك الأطروحة. يعني قلنا هل وجود الغير ضروري لوجود الأنا؟ غادي نقول إن وجود الغير ضروري لوجود الأنا، ونشرح هاد الأطروحة المفترضة. غادي نشرح هاد الأطروحة المفترضة، شنو غادي ندير؟ غادي نوظف، لاحظوا معايا مزيان، من خلال توظيفي وشرح مفاهيم فلسفية جديدة. يعني وأنا أشرح الأطروحة المفترضة إذا ذكرت شي مفهوم جديد غادي نعرفه، وأنا أشتغل على تحليل الأطروحة المفترضة أقوم بتوظيف مجموعة من الحجج والأدلة من أجل الدفاع عن هذه الأطروحة المفترضة. إذن من بعد ما كنسالي تحليل كنمشي للمناقشة، المطلوب مني هو أن أناقش الأطروحة أو الأطروحات المفترضة. كيف سأناقشها؟ سأناقشها من خلال إبراز قيمتها وحدودها إن اضطررنا إلى ذلك، إن كان الأمر ضروريا. غادي نقول مثلا تتجلى قيمة وأهمية هذه الأطروحة في تأكيدها على أن، وغادي نحدد ما تؤكد عليه الأطروحة المفترضة في حدود 1/4 ولا 5 ديال الأسطر تقريبا. شوفوا معايا هذه الملحوظة، إذا كنت أنا اللي كنتبنى الأطروحة المفترضة فإنني سأتحدث عن قيمة وأهمية الأطروحة، لا يمكنني أن أتحدث عن حدود هذه الأطروحة لأنني أنا الذي أتبنى هذه الأطروحة. ولكن إذا نسبت، هاي في نهاية، إذا نسبت هذه الأطروحة المفترضة إلى توجه فلسفي ما، فهنا يمكنني أن أتحدث عن القيمة وأتحدث عن الحدود. مثلا هل وجود الغير ضروري لوجود الأنا؟ مثلا هذه الأطروحة المفترضة غادي نقول إن وجود الغير ضروري لوجود الأنا، هذه الأطروحة نسبتها مثلا لواحد التوجه فلسفي اللي هو التوجه العقلاني. هنا إذا نسبتها مثلا، أنا كنقول مثلا إذا نسبتها مثلا لهذا التوجه العقلاني غادي نذكر القيمة ونذكر الحدود. إذا من بعد ما غادي نسالي هذه العملية غادي نرجع للسطر ندير المواقف الفلسفية. إن هذه الأطروحة المفترضة نجد لها جذورا فكرية عند الفيلسوف. يعني ما معنى نجد لها جذورا فكرية؟ يعني موقف مؤيد. غادي نذكر اسم الفيلسوف المؤيد وغادي نشرح الموقف ديالي بأسلوبي الخاص. هذا في حالة إذا كان عندي موقف مؤيد، ما كانش عندي راه كنشتغل بالمواقف اللي كاين. لكن من وجهة نظر أخرى نجد الفيلسوف كنذكرو سميتو وكنشرحو الموقف ديالو بأسلوبنا الخاص. إذا الفكرة واضحة. من بعد ما كنسالي المواقف الفلسفية كنمشي للمناقشة. يمكن لي نبدأ بهذه الطريقة، يتبين مما سبق تحليله ومناقشته أن هذا الإشكال كنذكر سميتو مثلا اللي هو وجود الغير أو الغاية من وجود الدولة إلى غير ذلك، قد أفرزت لنا تصورات مختلفة. التصور الأول يؤكد على أن، وكنذكر هذاك التصور وكنلخصو في واحد جوج ديال الأسطر تقريبا أو ثلاث. أما التصور الثاني فيؤكد على أن، وكنذكر هذاك التصور
الثاني الموجود في المناقشة. إذن آخر شيء كنقوم به هو الرأي الشخصي. غادي نقول أخيرا يمكننا القول من وجهة نظرنا أن، وكنقدم الرأي الشخصي المدعم بالحجج والبراهين في حدود 4 أسطر تقريبا. لاحظوا معايا مزيان، هاد الدوائر هذه اللي كاين ماشي أنا اللي درتها، ولكن البروغرام اللي دارها كيبين لي كل مرحلة. ولكن انتم ما ديروش هاد النقاط هادو، ما ديروا لا نقاط لا عوارض، خلي غير جوج مربعات. من تبغي تكتب في المقدمة خلي جوج مربعات، من تبغي تكتب في التحرير خلي جوج مربعات، من تبغي تكتب في المناقشة خلي جوج مربعات، ومن تبغي تكتب تركيب خلي جوج مربعات في البداية. إذن هذه هي المنهجية الخاصة بالسؤال الفلسفي. ما بقي لي إلا أن أقول لكم حظا موفقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.